في الجسد ديالي. مسكونه ولا ما الجمل جواب على هذا السؤال. شوف نقول لك واحد الحاجه، الله سبحانه وتعالى كيقول لك اصلا في الفاتحه اللي دابا قرينا، الحمد لله رب العالمين، كاين العالم ديال الانس وكاين العالم ديال الجن، كاين هاد جوج العالمين وجوجهم تخلقوا باش يعبدوا سيدي ربي. الوغ الحكمه الالهيه خلات بانه هذا واحد العالم اللي هو سيباري على لوتر. الوغ حنا في عالم الانس، انا كنسكن في الجسد ديالي ماشي مسكونه. فين ساكنه؟ في العالم في الكور ديالي، حيت اصلا حنا كنا ارواح كتعيش في الاجساد ديالها. النهار اللي كيوفى الاجل هاد الارواح كترحل على الاجساد ديالها. الا كتسول بالطريقه التقليديه فين كنسكن، يا كتقلب على عنوان، كان عندي عنوان، ولكن الوقت اللي دخلت للسياسه شي حسابات سياسيه هدموا لي الدار ديالي وداو لي حوايجي حتى لحد الان. كيفاه بلا ما نتكلموا على هكا يكفي الطريقه باش هدمات لي الدار ديالي من 12 ونص الليل 4 ونص ديال الصباح، ومشاو لي حوايجي والوثائق ديالي وكلشي ديالي لهاد اللحظه هادي. ما بغيتش نتكلم في هذا الموضوع بزاف، وهذا الشيء تم يعني بواحد الحرس اللي هو يعني خاص و الله ياخذ الحق. لا بلاتي الله ياخذ الحق، بلاتي هو الله كياخذ الحق، ولكن بلاتي دقه دقه غادي يقول لك دارك شكون هما. شكون هما؟ اوكي الوغ سي المغاري الساقل، مدير ديال الوكاله ديال تهيئه ابي رقراق. تزكيه من عند السيد العامل ديال مدينه سلا. ايوا شي امن خاص جاو هدموا لي الدار ديالي. علاش؟ ما عرفتش سولهم في الحقيقه هذا السؤال ليه. ما دايرش بناء العشوائي؟ لا ما دايرش بناء العشوائي. شتي استغليتي قلتي انا مستشاره جماعيه عضو المكتب السياسي ديال البام، ارا نبني في شي بلاصه ماشي هي. لكن ساكنه تما 5 سنين ونص قبل اصلا ما ندخل للسياسه.